فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يوجد عندنا في المحافظة إمام يؤخر صلاة الجنازة دائما حتى تصلي المساجد الأخرى ليتمكنوا من اللحاق بها والصلاة عليها، يقول هل هذا مشروع؟ هذا لأجل مصلحة الميت، إذا كان التأخير لأجل مصلحة الميت فلا بأس. نعم، تأخيرا لا يضر الجنازة. نعم، فضيلة التأخير اليسير ما يضر. نعم.